اولا مساء الخير وشكرا لكم وسمحوا لنا تعبناكم معنا وانتظرتونا حتى سافروا الاخوان ديال الفريق وبقيتوا معنا حتى لهذا الوقت المتاخر من الليل. كنشكركم كثير وكنشكروا الموقع ديالكم لودوز على اتاحه هذه الفرصه للتواصل مع مكونات النسيج الرياضي المجتمعي في بلادنا. شكرا جزيلا لكم. فيما يخص الانجاز اللي حقه فريق نادي النهضه اتلتيك الزمامره اليوم، اكيد لا اختلاف حوله، هو انجاز تاريخي وانجاز قد يكون قليل النظير في 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 بطولاتنا المتعدده منذ فجر الاستقلال، حيث اعتقد انه اليوم هو اصغر مدينه تصعد الى القسم الوطني الاول في تاريخ البطوله الوطنيه، واصغر تكتل سكاني كذلك، وكذلك حتى المسار يجب ان يدرس لانه فريق قادم من الهواة يحتل الصداره منذ البدايه في القسم الوطني الاول منذ الدوره الاولى الى اخر دوره. هذا ليس بالامر السهلين وليس بالامر السهل، حيث يمكن ان تتصدر لدورات، ولكن الصعوبه تكمن في التشبث بالصداره الى اخر دوره. وكنا هدف لجميع الفروق، يعني كنا نسيب، يعني الفرق كانوا دائما كيوجدوا كيستعدوا لنهضة الزمامرة على اعتبار انه الفريق المتصدر. اللاعبين بذلوا مجهود كبير جدا، مجهود بدني تقني فكري نفسي كذلك، لانهم كيلعبوا مقابلة سد مع جميع الاندية. كذلك اللي تلج الصدر ديالنا هو التعبئة الجماهيرية، ماشي غير داخل مدينة الزمامرة، في الاقليم ديال سيدي بن نور، وكذلك في الاقليم الثاني ديال منطقة دكالة اللي هو اقليم الجديدة. حصل واحد التضامن واحد التعبئة مع فريق نهضة الزمامرة، وكذلك تضامن حتى خارج دكالة على اعتبار ان الفريق صغير، كل شيء عجبته هذه التجربة وتضامن معها لفتوتها ولصغرها وكذلك لاستثنائها، بالتالي بالطبع خلق واحد التضامن، وهذا اعطانا حافز باش نستمروا رغم معاناتنا. نقول لك ماشي كان هذا الامر سهل وبسيط، استطعنا اننا نقارعوا فريق نادي القنيطري والمغرب الفاسي والمسار مع رجاء بني ملال، وكذلك الفرق الاخرى، كذلك تاع الجمعيه السنويه والفرق، 13 فريق تقريبا في هذه البطوله، في هذا القسم، كلها لعبات في القسم الوطني الاول. كان مسار صعب، ولكن عطانا الحمد لله الحافز. كذلك حتى التكرار الاسئله، واش باغي نطلعوا واش ما باغينش نطلعوا، هذا السؤال كيطرح علينا منذ الدوره ثلاثه، مني ختل لينا الصف الاول وحنا كيطرح علينا هذا السؤال، واش باغي نتصعدوا واش ما باغينش تصعدوا. هذا السؤال في لحظه من اللحظات حسينا بالحرج، اعتبار انه ما يمكنش تكون متصدر وما عندكش هدف الصعود، فحزمنا العده كما يقال وعبئنا الامكانيات اللي قدرنا نعبئوا، والحمد لله ربي ما خيبناش، واليوم كيتحقق هذا الهدف في مدينه غاليه علينا اللي هي اليوم كنحتفلوا في مدينه القنيطره، واخر مقابله كانت في القصيري مع فريق عتيد هو سيدي قاسم، اللي كنتمنوا لي كذلك التوفيق. واكيد كيف ما قال قبل قليل السيد عبد الرزاق إغافي رئيس فرع كره القدم التابع للمكتب المديري ديال نادي النهضه اتلتيك الزمامره، من بين الاسرار ديال هذا النجاح واقولها جهرا، وهو التلاحم بين المنتخب داخل المدينه وبين المسير الرياضي وبين المكونات ديال الجماهير الى اخره. احنا ما عندناش قطيعه ما بين المنتخب وما بين الجمعوي داخل مدينه الزمامره، بالعكس كاين جهد كبير وتناغم كبير جدا واهداف مسطره مشتركه منذ سنه 2009، حيث هذا المشروع ماشي وليد اللحظة أو وليد الصدفة أو وليد اليوم، بل هو مستقر منذ سنة 2009. ولعل الاستقرار، الناس تتكلم غالبا على الاستقرار التقني، أنا أتكلم على الاستقرار الإداري، حيث الرئيس راه عنده 10 سنوات في الفرع، راه ماشي جعد البارح. وسيبري اكيد انني الحمد لله عبد ربه بكل تواضع شديد ساهمت بالتجربه ديالي كمسير سابق في فريق حسنيه اكادير، وتعلمت على يد اساتذه كبار في التسيير في مدينه اكادير اللي بالمناسبه كنشكرهم وكنتمنى لهم طول العمر والنجاح والسداد، وهذاك فريق يبقى حتى هو غالي دائما في قلبي. هذا التناغم وهذا الانسجام هو اللي عطى الحمد لله من بين الاشياء، ماشي غير بوحدو، لكن حتى اشياء اخرى، التضحيه والعمل والصبر والايمان بالمشروع، اعطانا هاد الصحوه هذه، وعطانا هاد الحمد لله هاد النتيجه اليوم اللي كنشكر الله سبحانه وتعالى على هاد التتويج اللي كاين اليوم الحمد لله. بين النقاط اللي ما تكلمناش في التفاصيل ديالها حول
الانسجام والتناغم ما بين المنتخب والمسير داخل النادي هو واحد التسطير ديال البرنامج يتعلق بالبنيه التحتيه. البنيه التحتيه ماشي من اختصاص المكاتب المسيره، حيث كنعرفوا ان الاغلب او اكاد اقول كل الملاعب في وطننا او في بلادنا هي تابعه للمجالس المنتخبه. ما كاينش شي فريق في بلادنا اعتقد واحد ولا جوج اللي عنده في ملكيتو الملعب، اما 99.99% البنية التحتية البنى التحتية كلها الرياضية فهي تابعة إما لوزارة الشباب والرياضة أو للجماعات المحلية والمؤسسات ديال الدولة بطبيعة الحال. فالبرنامج اللي سطرنا كمنتخبين أو كمجلس مجلس جماعة ترابية ديال مدينة الزمامرة، بالمناسبة اللي كنشكر جميع المكونات ديال المجلس اللي دائما يصوتون بالإجماع ودعموا هذا المشروع منذ انطلاقته، لا في المجلس السابق ولا في المجلس الحالي، اللي دعموا هذا المشروع وآمنوا به كلهم. يعني نتكلم عن ماشي غير الرئيس لوحده، بل جميع الاعضاء امنوا بالمشروع. ومن بين البنى التحتيه اللي تكلمت عليها واللي هي فيها غادي تكون القاعده، اللي هو الان الحمد لله ملعب اللي يشرف على الانتهاء في الاشغال ديالو، ملعب جوهره صغيره ممتازه رائعه جدا بكلفه ماليه محترمه جدا. كذلك المركز التكوين اللي فيه الاشغال حاليا وجاهز ان شاء الله غيكون جاهز في السنه المقبله، بالاضافه الى مدرسه ديال كره القدم اللي فيها ثلاثه ديال الملاعب بالعشب الطبيعي واللي جاهزه باش تستقبل الاطفال الصغار من اجل البدء في التكوين ديال اللاعبين. هذا اللي خص يواكبوا هو واحد برنامج تاطيري تكويني ديال الاطور اللي غيسهروا من الناحيه التربويه ومن الناحيه التلقينيه ومن الناحيه التقنيه لاعطاء الدروس لهاد الاطفال اللي غادي يستقطبهم الفريق في السنه المقبله ان شاء الله. وكانت تجربه منذ هاد السنه هذه، لكن هذا البرنامج الصعود اثر، ما خلناش نديروا يعني عيننا وعيننا، بل كان التركيز ديالنا كله مركز على برنامج الصعود ديال هذه السنه هذه، والحمد لله تحقق. لا بدون مركب نقص، يعني اكيد، لانه الا غتلعب مركب نقص علاش فكرتي في الصعود؟ انا غنامنوا بحدودنا وغنلعبوا بهويتنا وبكبريائنا الرياضي وبتواضع كذلك، ونجربوا حظنا بطبيعة الحال. عندنا ما غاديش نعتبروا نفسنا هما احنا نفس الفرق اللي عندها تجربه وباع طويل في القسم الوطني الاول، وانما احنا جداد كوافد جديد على القسم الوطني الاول. لكن شكرا على طرح السؤال، والسؤال ذكي جدا ومهم. هو ناكد لك لن نكون في القسم الوطني الاول بإحساس بمركب النقص أبدا. قد نكون أصغر مدينة، قد نكون أصغر ميزانية، قد نكون أصغر في أشياء، لكن من حيث الكبرياء سنكون كذلك في نفس مستوى الأندية الأخرى ولو نازمو، ماشي عيب. كرة القدم هي هذه. قضية الوعد الوعد هو أننا سنعمل قصارى جهدنا على أن نكون في المستوى المطلوب في القسم الوطني الأول، على الأقل نثبتوا الأقدام في القسم الوطني الأول. وحنا اللي شجعنا أكثر وهو فريق واتزم اللي لعب معنا في الهوات لسنوات طوال، كذلك فريق برشيد كان معنا في الهوات لسنوات طوال، وهذو الآن الحمد لله ها هما الآن في مقاعد مريحة جدا، عكس بعض الفروق اللي عندها تاريخ طويل جدا في القسم الوطني الأول. ربما تغيرت كما كنقولوا تبدلوا لي دون وتغيرت الاشياء، ربما فلسفه جديده في التسيير هي اللي تقدر تمكن لك تبقى في القسم الوطني الاول. انا كانت تطرح لي مثل هذا السؤال، وانا ذاك كنت مسير في القسم الوطني الاول مع فريق حسنيه اكادير، وكذلك عضو مكتب مسير في الدفاع الحسني الجديدي، لانه كاين واحد الارتباط روحي مع مدينه الجديده. وطرح لي الله يذكره بخير السي العزاوي في الاذاعه الوطنيه، والجواب ديالي كان ما يمكنش نفرق بين امي وابي، وغنقولها لك حتى اليوم، الحسنيه والزمامره امي وابي ما يمكنش نفرق بيناتهم، وغيكون عندي ذاك العطف العائلي الداخلي، انا نفرح الاكادير تربح ونفرح الزمامره تربح. دابا اول مره في تاريخ المغرب غيكون شي فريق عنده جوج ديربيات من نوع خاص، ربما كانت دار البيضاء واحد الوقت كانوا خمسه الانديه في القسم الوطني الاول، كانت الرجاء والوداد والاتحاد البيضاوي ونجم الشباب وقيل اعتقد رشاد الراك، هادو اللي كانوا ديربيات كثار. لكن الديربي هذا الان اللي غنتكلموا عليه هو عنده خصوصيه، ديربي عبده دكاله
ودير بيه دكالة دكالة هو عبد دكالة يعني غادي يكون ما بين الزمامره واسفي ودكالة دكالة غيكون ما بين الزمامره والجديده عنده خصوصيته ونعيشوا اللحظات انذاك ونتمنوا من الله نكونوا قيمه مضافه لهذ الديربيات. النداء ديالي للجمهور الزمامره والجمهور ديال الاقليم سيدي بنور لان الان الفريق الحمد لله انه ولا كيمثل الاقليم برماته وكنشكر جميع المكونات ديال الاقليم سيدي بنور وجميع الجماعات بدون استثناء كي تيقولوا من الوالد من العونات حتى الوالديه. احنا 25 جماعه وجماعات كلها تقريبا إقليم يعتمد على الفلاحة على النشاط الفلاحي. إقليم اللي هو المنتج الأول مادة الحليب على الصعيد الوطني، إقليم المنتج الأول لمادة اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني، إقليم المنتج الأول في مادة الشمندر السكري على الصعيد الأول على الصعيد الوطني، وها هو اليوم يضيف فريقا إلى القسم الوطني الأول. يعني كذلك بأنه حتى الشباب ديالو راه عنده اهتمامات رياضية، وهذا خلق لنا واحد التضامن كبير من جميع الجماعات والقبائل ديال اقليم سيدي بنور. والدليل على هذا هو اخر مقابله جرينا في مدينه الجديده، كانت رحلات مهمه جدا وتنقلات مكثفه من جميع الجماعات الترابيه التابعه لاقليم سيدي بنور. اشكرهم بالمناسبه مره اخرى، وبالمناسبه راه طلبنا في بلاغ رسمي عبر الاعلام من عامل اقليم سيدي بنور باش يسهل لنا اللعب المقابله القادمه بمدينه سيدي بنور لتكون تكريما لجماهير مدينه سيدي بنور خصوصا واقليم سيدي بنور عامه، واعترافا لهم بالدعم والمسانده اللي كانت طيله هذه السنه، وتنطلبوهم كيف قلتي باش يزيدوا من الدعم ديالنا في السنه القادمه. وقبل ما تختم معايا بغيت سي بلال اللي هو من جذور ديال الزمامره وهو كيتواجد في مدينه القنيطره وفرحان بهذا التتويج هذا وكيقرا هنا في القنيطره، بغيت يقول واحد الكلمه بالنسبه لانه اعتذر يعني بعد اذنكم نسمعوا سي بلال. السلام عليكم. انا فرحان بزاف لفرقه نهضه الزمامره، وكنتابعها في اي مدينه مشات لعبات فيها، وشكرا. حفل صعود ان شاء الله باذن الله. دابا حنا في على مشارف رمضان الابرك، وفي هذه الاجواء الروحيه الحمد لله يعني واش يكون قبل من رمضان او بعد رمضان ما زلت ما نقدرش نجاوبك حالا. المغاربه كاملين يكتشفوا الزمامره باش يجيو يشوفوها، والاحتفالات راه بدات الان كنتوصل بالفيديوهات ديال مدينه الزمامره، خارجين اطفال ورجال ونساء كذلك، النساء اللي خارجين بكثافه جدا في ساحه الانبعاث، هذه الساحه اللي نشأناها من اجل مثل هذه اللحظات ديال الاحتفال وديال الفرحه اللي كيتجمع فيها جميع المكونات ديال المدينه. ونتمنوا من الله الموقع ديالكم يكون حاضر ويغطي معنا الاحتفالات كذلك. مرحبا بكم، نقولها لكم مره اخرى.